أهلا بكم. يحتفل العالم في 8 آذار من كل عام بيوم المرأة للاهتمام بها وبيان مكانتها. وفي العراق عاشت المرأة العراقية مراحل مختلفة في معترك الحياة، فكان لها مكانتها ورفعتها، لكنها في الأوضاع المأساوية التي يعيشها العراقيون جميعا منذ العام 2003 أصابها من الظلم والتهميش الكثير بسبب ممارسة الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة العراقية على يد سلطة الأحزاب الحالية. والآن وبعد أن خرجت المرأة العراقية تساند إخوانها الثائرين في ثورة تشرين، يواجهها النظام السياسي الحالي بكل سوء. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة دور المرأة العراقية في ثورة تشرين، ولماذا يعامل النظام الحالي المرأة العراقية بالقمع والاختطاف والتشهير، وأين دور المنظمات المختصة بالمرأة التي شكلها الحاكم بريمر بعد احتلال العراق وصرف عليها أكثر من 850 مليون دولار. أين دور المرأة أو دور هذه المنظمات المختصة في الدفاع عن المرأة، وكذلك أين دور الموقف الدولي مما يجري من انتهاكات ضد المرأة العراقية؟ كونوا معنا بعد هذا التقرير. تشكل المرأة العراقية عنصراً مهماً في ثورة تشرين منذ انطلاقها مطلع تشرين الأول الماضي، رغم تعرضها لمضايقات اجتماعية وسياسية نتيجة مشاركتها في المظاهرات. الضغوطات اللي قاعد نواجهها أنه أكو ناس من الأحزاب قاعد يجون يتقدمون علينا بأماكن عملنا، قاعد يحجون علينا وعلى دورنا وضغطون علينا من كل الأحوال، حتى لما كنت نعالج واحد من الشباب يعني يظلون يتدخلون، ما تعرفين او انت ما تقدرين تعالجين يعني، وتهديدات ما عدا اللي نتعرض اكثر من مره، الملاحقات وتهديدات على التليفون يجون الاهالينا، هم نزيد اكثر وما نستسلم وما نتراجع من هنا ابدا. يعني هي معرضه حياتها للخطر ومتقدمه، ورغم التهديدات ورغم اهلها وكل شيء متقدمه اللي قدام هناك، لكنها أصرت أن تقف وقفة مشرفة بوجه الظلم وتنطق كلمة الحق بكل قوة وإجلال لمساندة إخوانها وأبنائها للتعبير عن حبها وولائها للوطن والوقوف بوجه الفاسدين. رسمت المرأة العراقية في هذه المظاهرات صوراً مشرفة ومتنوعة، فكانت المساندة والمرابطة مع إخوانها في ساحات التظاهر، وتركت العمل ومقاعد الدراسة للنطق بكلمة الحق. فالمرأة العراقية هي بوقفتها الحرة كطبيبة تسعف المتظاهرين أو تعد لهم الطعام أو تهتف بوجه الظلم أينما كانت تجد لنفسها دوراً. بائعة المناديل التي أصبحت أيقونة من أيقونات ثورة تشرين، عنكم ببعيد. تزامنا مع إحياء العالم في 8 آذار ليوم المرأة العالمي، دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين جميع نساء العراق إلى الخروج في تظاهرات يوم الثائرة العراقية. وقالت اللجنة إن العالم يحيي يوم المرأة، فيما تعاني المرأة العراقية من تدهور خطير في البلاد على يد القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها، من خطف واعتقالات تعسفية وترهيب وتعذيب وقوانين مجحفة. وتأتي تلك الانتهاكات مع وجود العديد من المنظمات المختصة بشؤون المرأة والتي أسست بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، لكنها لم تحرك ساكناً لإنصاف نساء العراق. فقد استهدفت النشطات في التظاهرات بالقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب من قبل الميليشيات للحد من مشاركتهن في التظاهرات، وهذا ما أكده موقع مودرن بوليسي من أن ميليشيات في العراق تحاول استثمار الأزمة السياسية في البلاد للإسراع في فض التظاهرات باستخدام القوة والتهديد بقتل الناشطين. وتلبية لدعوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، خرجت تظاهرات نسوية حاشدة أمام مبنى وزارة التعليم العالي وساحة التحرير في بغداد والمحافظات للمشاركة في مليونية المرأة الثائرة ودعما لثورة تشرين. هذا وأشاد ناشطون في التظاهرات بدور المرأة العراقية المؤثر في مسار الثورة، حيث تحدت المرأة آلة السلطة القمعية وأساليبها التي دأبت على الانتقاص منها والتشهير بها
ووقفت جنبا إلى جنب مع أبناء وطنها في جميع ساحات التظاهر، مطالبة بحقوقها المسلوبة ومتضامنة مع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا. وأرحب أيضا بالدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تنضم معنا عبر سكايب من لندن، مرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وضيوفك الكرام. أهلا بك دكتورة فاطمة. أيضا أرحب بضيفتي عبر الهاتف الدكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. دكتورة آلاء مرحبا بك. إذا أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، يعني بلا شك أن المرأة العراقية لها دور كبير ومكانة كبيرة وفائقة في تاريخ ومواقف العراق التاريخية. يعني الآن خلال هذه المرحلة هي لا تقتصر فقط لوصف دور المرأة ومكانتها، فللمرأة بالتأكيد هذا الدور الكبير على جميع الأجيال السابقة تشهد لها، وسيكون لها أيضا دور أكبر خلال المرحلة المقبلة. هلا وصفت لنا هذه المواقف التي كانت للمرأة على طول المواقف التاريخية في العراق. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام وضيوف الكرام. حقيقة المواقف المرأة العراقية وخاصة على مدى التاريخ، إذا عدنا إلى عشرينيات القرن الماضي نرى أن المرأة العراقية سجلت مواقف مشرفة وكانت مشاركة في كل أنواع النضال وخاصة المظاهرات، خاصة ضد الاحتلال البريطاني في تلك الفترة. أيضا كان أنواع المشاركة المساعدة الرجال في الخروج والمطالبة بحقوقهن، وأيضا المطالبة بتحرير البلاد من هذا الاحتلال، وكل المطالب المشروعة التي كان الرجال يخرجون من أجلها كان النساء هم يقدمون كل أنواع المساعدة للطرف الآخر، وبالتالي كان جميع شرائح المجتمع يشاركون في النضال وفي هذه الحملات. هذا الأمر استمر بهذه الطريقة حتى في الثلاثينيات، في الأربعينيات والخمسينيات. أيضا النساء شاركنا في كل أنواع النشاطات السياسية وطالبنا بتأسيس المنظمات لمطالبة بحقوقهن، وأيضا شاركنا في احتجاجات ومظاهرات نسوية، وهذا يدل على أن دورهن كان دور رئيسي في الحراك الموجود في المجتمع، وخاصة أن هذا يدل على درجة الوعي موجود مقارنة ببعض المجتمعات الأخرى التي كان هذه المظاهر غير موجودة فيها، ولكن المجتمع العراقي تجاوز هذه الدرجة. طوال هذه الفترة، طوال القرن الماضي، استمرت نشاط النساء في المطالبة بحقوقهن والخروج في مظاهرات وأثبتوا تواجدهن، ولكن إلى أن وصلنا إلى هذا الحكم الديمقراطي الذي يرفع أصلا شعار المدنية والديمقراطية، أصبح الركود هنا، أصبح هناك تهميش كامل للمرأة، هناك تهميش كامل لحقوقها. أصلا مشاركتها وهي يجب أن تكون قانونية وتشارك في الحكومة بعد حكومة نوري المالكي إلى عبادي عبد المهدي، كان القياس ينزل، يعني مشاركة المرأة بدل أن تكون أكثر ويثبت الشعارات التي هم رفعوها منذ بداية تأسيس العراق الجديد الذي يعتبروه عراق ديمقراطي ومدني ويعني يمنح كافة الحقوق لكافة الشرائح، إلا أن كان المؤشر يعني ينزل حكومة وراء حكومة وكان التهميش مستمر، وبالتالي أعطوا صورة، صنعوا صورة داخليا وخارجيا بأن المرأة العراقية لا يمكنها أن تخرج وتطالب بحقوقها وهي مهمشة بالفعل ولا تستطيع أن يعني مكانها البيت. حاولوا ترسيخ هذا المفهوم لأن مشاركة المرأة وخاصة رأينا إذا كان مكانها أو مكانها البيت مثل ما يقولون، يعني الكثير من البرلمانيات موجودة داخل قبة البرلمان، بلا شك هم يفضلون هذا النوع لأن هذا النوع يشاركنا في تأسيس الفساد وليس في محاربة الفساد وتأسيس الوضع الراهن. هم لا يخافون من هذا النوع، هم يخافون من النوع الآخر الذي رأيناهم كيف خرجنا إلى الشوارع وطالبنا بحقوقهن، وهناك ضحايا، عدة ضحايا، يعني عشرات من الضحايا من النساء في هذه ثورة تشرين ومن المختطفات، وخاصة تم استهدافهم بشكل رئيسي لأنهم كانوا يشاركن في
تنشيط الحراك وأيضا مساعدة باقي الشرائح، مساعدة من ناحية اللوجستية، من ناحية الطبية، كانوا يسعفون الرجال أيضا وباقي الضحايا، ضحايا المظاهرات، وبالتالي هذا النوع شكل خطرا عليهم، حاولوا إعادة المرأة إلى الإطار الذي هم صنعوه. طبعا هناك الكثير من النساء مشاركات في العملية السياسية، ونراهن يخرجون إلى التلفاز وتحدثنا باسم النساء، ولكن هؤلاء لا يمثلن النساء، أبدا لا يمثلن النساء، لأنهم مجرد يمثلون الأحزاب الفاسدة التي قاموا باختيار هذه الوجوه فقط ليثبتوا أنهم مع حقوق المرأة. ونحن رأينا أنه كل سنة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، كل القيادات التي ساهمت بتهميش المرأة تخرج بيانات تؤكد على حقوق المرأة وتؤكد على مشاركتها. اللافت للأمر، سأعود إليك مرة أخرى، أنتقل للدكتورة فاطمة العالي، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، يعني اللافت للأمر أن الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 أسس لمنظمات مختصة بالمرأة، يعني خصص لها الملايين من الدولارات، أكثر من 850 مليون دولار صرفت على هذه المنظمة أو المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة. ولكن نرى الآن المرأة يعني تتعرض لأبشع هجمة منذ احتلال العراق عام 2003. كيف تنظرين إلى هذه الانتهاكات بحق المرأة العراقية؟ نعم، يعني صحيح كما تفضلت أن الاحتلال الأمريكي يعني قام بصرف الملايين على تأسيس منظمات حقوقية، وهذا هو ضمن المشروع الأمريكي، خدمة للمشروع الأمريكي الذي بعد أن فشلت وانكشفت كذبتهم في أسلحة الدمار الشامل التي اتخذوها حجة لكي يهاجموا العراق ويشنوا العدوان على العراق، قالوا أن جئنا لجلب الديمقراطية، ومن ضمن هذه الديمقراطية أن بصورة شكلية أن تكون هناك منظمات تعنى بحقوق المرأة وغيرها وتدافع عن حقوق المرأة، وهي فقط ظاهريا، ولكن في الحقيقة الأمر لا يوجد أي دور لهذه المنظمات، والكثير من المنظمات أصلا وهمية وفقط تستلم بعض الموارد المالية من الأمم المتحدة فقط من أجل القيام ببعض المشاريع المحدودة التثقيفية وغيرها لا أكثر ولا أقل. أما كحقيقة وتأثير فعلي على نحو تحسين وضع الحقوقي للمرأة في العراق فهذا في الحقيقة لا يوجد له أي أساس وأي صلة بالأمر الواقع، والدليل ما يحدث الآن وما وصل إليه حال المرأة في الوقت الحاضر، المرأة في السجون، في المعتقلات، في مخيمات النزوح، المرأة تتسول في الشارع مع الأسف الشديد، حتى لو كانوا يقولون أنهم يحترمون حقوق المرأة والمرأة مكانها في البيت، ولكن مكانها في البيت ليست معززة مكرمة، على العكس من ذلك، الأرامل والمطلقات والعانسات الأعداد كبيرة ومهولة لا يمكن تصديقها. هؤلاء وقع عليهن العبء الأكبر من يعني المسؤولية، لأنهم ليس فقط تربية الأولاد ولكن أيضا مسؤولية توفير المادة في المنزل للأولاد. الميثاق الوطني العراقي يعني أصدر بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحدث فيه عن دور المرأة العراقية الكبير في مراحل العراق المختلفة وفي معترك الحياة، وتحدث عن مكانتها ورفعتها، وأيضا تحدث عن هناك نوع من التناقض. الاحتلال يعني كما ذكرنا قبل قليل قام بتشكيل منظمات مختصة للدفاع عن حقوق المرأة، ولكنه أسس أيضا لعملية سياسية بتشريعات مجحفة يعني انتهكت حقوق المرأة. يعني هذه التشريعات أدت إلى الملايين من المتضررات، الأرامل وكذلك صاحبات الأيتام. كيف يمكن أن يستوي ذلك؟ هل من تفسير لهذا التناقض دكتورة فاطمة؟ نعم، بالتأكيد
السياسات التي أسسها الاحتلال من خلال العملية السياسية الطائفية أدت إلى هذا الوضع الذي تمر به المرأة الحالية، إضافة إلى ذلك الفساد. يعني أين الأموال التي يجب أن تصرف مثلا في سبيل توفير معيشة كريمة مثلا للأرامل أو المطلقات أو الاستكالة من النساء اللواتي لا يجدن لهن أي معيل؟ لا يوجد لهذه الأموال أي طريق لهؤلاء المحتاجين. إضافة إلى ذلك تشريع القوانين المجحفة بحق النساء، من ضمنها قانون زواج القاصرات، من ضمنها العنف الأسري الذي لم يجد طريقه لحد الآن في إلى قانون ينصف المرأة وينقذها من العنف الذي تعاني منه، بل إن حتى مشاركة من يقولون أن هناك منظمات تدافع عن حقوق المرأة، لا يتم استدعاء هذه المنظمات وإشراك النساء في عملية مناقشة مثل هذه القوانين من أجل أن تجد طريقها إلى التصديق، وبالتالي أن تكون لها دور في الحفاظ على كرامة المرأة. نعم دكتور، الكثير الكثير من التمييز ضد المرأة أيضا. أين فرص العمل التي تؤمن كرامة المرأة وتوفر لها عيش كريم لها ولأولادها، خاصة الأرامل منهم أو المطلقات؟ أين حقوق المرأة في الأوراق الثبوتية؟ النازحات الآن في مخيمات النزوح، الكثير منهم ليست لديهم أوراق ثبوتية بسبب ما الهجمة الشرسة على هذه المناطق التي نعم عانت من عمليات عسكرية، الموصل وغيرها من المناطق. أيضا إضافة إلى ذلك، حتى لو كانت هناك مخيمات فهي ليست مخيمات إنسانية، بل إن هناك مخيمات عبارة عن معتقلات تتعرض له فيه المرأة إلى مختلف أنواع الانتهاكات، هن وأطفالهن. هناك مخيمات عبارة عن مجتمعات نساء وأطفال فقط. أين هذه الحكومة وأين لذلك الاحتلال خرجت الأمريكي المرأة لمساعدة العراقية هذه؟ جنبا إلى جنب دكتورة فاطمة، بالتأكيد من أجل تغيير هذا الواقع. ابقى معي دكتورة فاطمة. أرحب بالدكتورة آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. دكتورة آلاء مرحبا بك. مرحبا بحضرتك وبضيوفك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتورة. دكتورة آلاء، يعني الصدر غرد على تويتر بيجب عدم خروج المرأة في التظاهرات لأنها عورة. القبعات الزرق قاموا بقتل المتظاهرين الثائرين لأنهم طالبوا بالتغيير وإسقاط الأحزاب الفاسدة. المرأة خرجت جنبا إلى جنب مع الثائرين لمساندتهم. يعني كيف واجهت المرأة كل هذه المحاولات من التشويه ومحاولات الاختطاف أيضا، والتي وصلت أيضا إلى القتل؟ نعم، بالنسبة لدور المرأة مثل ما ذكروا ضيوفك الكرام، دور مشهود له منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة كمرأة عراقية عرفت عبر التاريخ مساندتها لأخيها ولزوجها ولابنها وشواهد التاريخ العراقي كثيرا. أما بالنسبة لثورة تشرين الغراء، فالمرأة كان لها دور أساسي في التنسيق لتظاهرات الثورة منذ البداية ودعمها، وبالتالي المشاركة فيها جنبا إلى جنب الرجل، ومشاركتها كانت واضحة جدا كمسعفة، كمتظاهرة، منظرة، كأكاديمية، مثل كل الأدوار اللي تجد في نفسها الكفاءة والخبرة لإدائها كانت تأديها على أتم وجه كما تثلث به. تعرضت للاعتقال، تعرضت للخطف، تعرضت للقتل. وهنا أحب أوجه تحية لروح الشهيدة زهراء وللآنسة أسماء سلام اللي خطفت وهيبت ولا أحد يعرف لحد الآن أين تكون. أذكر لك حادثة كانت الآنسة أسماء آخر مرة شفناها فيها كانت تلتحف العلم العراقي وتنام في التحرير، فقلنا لها ماذا، ألا تعرفي ما يعني التحرير؟ كانت حكرا على قليل من الرجال، لا نجد امرأة تتمشى في ميدان التحرير وأنت تنامين هنا. قالت دعوني أقول لكم أن أبي لم يتصل بي منذ 3 أيام،
لما اتصلنا بوالدها أخبرنا أنه أسماء لديها 3 أخوة يدافعون عنها في البيت، وفي ساحة التحرير لديها الملايين من الإخوة حولها. تصور مدى ثقة الأب بأخوتها الموجودين معها بالساحة. خصوص تغريدة الصدر، فالصدر دائما يغرد خارج السرب. طيب هذا الرجل لا أعرف ماذا يعاني من اختلاجات نفسية. أين نحن وفي أي زمان نعيش ليذكر إنها مرأة؟ ألم يقرأ في التاريخ الإسلامي ما كان دور الخنساء؟ ما كان دور السيدات العربيات في أوائل البعثة النبوية الشريفة؟ هذا أي عورة يتحدث عنها؟ أي عورة؟ المرأة إنسان، المرأة إنسان حالها من حال الرجل، لها حقوق وعليها واجبات، ولما تنتهك حقوقها يجب أن تخرج، وإلا لا تتسم بأي صفة للإنسانية وللحرية. هذه الصفات. المرأة مطالبة بحقها الشرعي في عيشها الشريف في بلدها العراق. نعم. ابقى معي دكتورة ألا عبد اللطيف لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، الميثاق الوطني العراقي يعني أصدر بيانا بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحدث هذا البيان عن دور المرأة الكبير، دور المرأة العراقية التي عاشت مراحل مختلفة في معترك الحياة، فكان لها مكانتها ورفعتها، لكنها في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها العراقيون جميعا منذ العام 2003 أصابها من الظلم والتهميش الكثير بسبب ممارسة الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها على يد السلطة الحالية وبواسطة التشريعات المجحفة بحقها التي مررتها أحزاب السلطة الفاسدة في برلمان الاحتلال، الذي ارتكب بحق المرأة العراقية جرائم متعمدة أدت إلى ملايين الأرامل، فأصبحت مسؤوليتها تربية الأيتام ومعيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تسببت قوانينهم بانهيار الأسرة العراقية المعروفة بالتماسك والصبر والتغلب على جميع الظروف القاهرة، وارتفاع معدل الطلاق والعنوسة والعزوف عن الزواج خشية الدخول في المستقبل المجهول بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. اللجنة العليا في الميثاق الوطني العراقي تحيي المرأة العراقية بيومها الذي جعلته يوم الثائرة العراقية بمشاركتها في ثورة تشرين التي كانت ركيزتها الأساسية منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين، حتى أصبحت وقفاتها وتضحياتها مصدر فخر واعتزاز لكل الشعب العراقي. ولأن المرأة العراقية من أهم ركائز المجتمع، فقد طالب الميثاق بإنصافها وإزالة الظلم الذي لحق بها لتأخذ مكانتها المرموقة في المجتمع. وتدعو اللجنة جميع المنظمات العالمية والعربية والإسلامية إلى إدانة واستنكار الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية من قبل السلطة الحالية وميليشياتها حفاظا على حقوق المرأة في العراق. هذا هو البيان الذي أصدره الميثاق الوطني العراقي، أو اللجنة العليا في الميثاق الوطني العراقي. كيف تعلق على ما جاء في هذا البيان أستاذ شهو؟ صراحة البيان أكد على الوضع المأساوي لما يعيشه المرأة العراقية، وخاصة في ظل هذه الأحزاب التي لديها للأسف أيديولوجية متخلفة، يعني تتعامل كأنها في القرون الوسطى، يعني تريد إعادة العراقيين إلى القرون الوسطى الذي عانى من الظلم والتهميش والفساد. نفس المعاملة، نفس العقلية يتم تكرارها الآن، وخاصة عندما نرى أنها هذه العقلية التي كما تفضلت أنت، مقتدى الصدر وباقي القيادات الدينية، قيادات الأحزاب الدينية التي انزعجت من مشاركة المرأة في المظاهرات الأخيرة، نرى أن هؤلاء كانوا يريدون مشروع، يعني تكرار كامل للمشروع الإيراني في العراق، نفس الانغلاق على العالم، العزلة الدولية والانغلاق التام وتكرار النموذج الإيراني في العراق. هذه المظاهرات، وخاصة نحن إذا رأينا إلى تقصد بتكرار يعني استنساخ النموذج الإيراني في العراق، استنساخ النموذج الإيراني في العراق، يعني لم يستنسخوا فقط النموذج السياسي عن طريق تأسيس ميليشيات وتأسيس حرس الثوري، عن طريق الباسيج، الحشد، باقي الميليشيات، ولكن عن طريق أيضا تكرار النموذج اجتماعيا. يعني يريدون أن يكون المجتمع منغلق وتطبيق هذا النموذج، ولكن رأينا أن هذه الموجة الثانية
كما يسمونها الموجة الثانية للمظاهرات، وخاصة الموجة الثانية للربيع العربي الذي بدأ من السودان مرورا بالجزائر إلى العراق ثم لبنان، رأينا أن النساء في العراق كانوا في الصفوف الأولى، يعني لم يكونوا في الصف الثاني بل شاركوا في الصف الأول، وبالتالي سجلوا أن العام 2019 كان عاما مميزا للنساء في العراق بمشاركتهم بهذه الطريقة الكبيرة، ولم يطالبوا فقط هذا النقطة الأهم، مشاركة النساء في هذه المظاهرات لم يكن مطالبا بتغيير سياسي فقط بل تغيير شامل، وهذا ما أزعج الكثير من الأحزاب الدينية والإعلام الذي حاول تشويه النساء، يعني على الرغم من أن النساء المشاركات في المظاهرات نساء عراقيات يطالبن بحقوقهن، إلى أن حملة التشويه عليهم من قبل إعلام السلطة ومن قبل إعلام الأحزاب الدينية كان كأنهم يتعاملون مع العداء من شدة الانزعاج الذي حصل بسبب هذا الخروج، بسبب هذا الثورة التي أثبتت أن النساء ليسوا مقموعين وسيخرجون وسيطالبون بحقوقهم. وأيضا عندما كما يقال نصف المجتمع أيضا يخرج، كيف تفسر يعني عمليات التشهير الواسعة التي قام بها يعني من هم ضد خروج المرأة في ثورة تشرين؟ عمليات التشهير كان تمهيد لتبرير قتل واستهداف النساء وبعدها اختطاف النساء، لأن المشاركة النساء بشكل قوي أربك المشهد عند الأحزاب الدينية، هم كانوا يتوقعون أن يخرج مجموعة من الشباب ويطالبوا بمجموعة من المطالب وينتهي المظاهرات مثل السابق، أو ينجح السيد مقتدى الصدر في إخراج مليونية وبعدها إعادتهم إلى منازلهم دون أي نتيجة، ولكن هذه المرة هم صدموا بما حصل، هم صدموا بأن هناك شريحة أخرى تشعر بأنها مهمشة بالكامل وتشعر بهناك ظلم وهناك يعني البطالة وهناك عدم وجود مستقبل مشرق كما تفضل البيان. الآن المشكلة يعني كل شرائح المجتمع تشعر أن لا مستقبل للعراق، يعني أزمة بسيطة تدخل العراق في نفق مظلم، وبالتالي هناك خلل هناك فساد، وهذا الفساد لا يشمل فقط الرجال حتى يشاركوا فقط بالمظاهرات، هذا الفساد يشمل جميع شرائح المجتمع. هذا الخروج القوي وبعداد هائلة، ونحن رأينا أن شريحة الطلاب أيضا شريحة الطلاب النساء المشاركات والمرأة المشاركة في المظاهرات وخاصة الطالبة المشاركة، هذا ما دفع الأحزاب الدينية لمحاولة تشويه سمعة المشاركات في المظاهرات حتى تضغط على الأهالي، يضغطوا على بناتهم حتى لا يشاركون في المظاهرات، وأيضا يوجهوا الميليشيات الطائفية بأن قتل النساء في الشوارع، قتل النساء في ساحات الاعتصام جائز، لأنه هناك مخطط لتخريب المجتمع وهناك مخطط لنشر الفساد، يعني هذه رأيناها في فتاواهم وخاصة في إعلامهم، مع أنها يعني تظاهرات سلمية، رغم أنها تظاهرات السلمية وشيء آخر سلاحاً. نعم. شيء آخر أيضا السلمية وموضوع الأخلاق، يعني من يتحدث عن الأخلاق هو الذي يدير دور الدعارة والمخدرات وكل أنواع الموبقات داخل المدن وداخل المحافظات، يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بهذه التجارة، صالات القمار والروليت صالات القمار والدعارة والمخدرات احتكروا هذه الصناعة ويتهمون الآخرين بأنهم يروجون للفساد، يعني هم أصل الفساد في المجتمع أصلا. وبالتالي نحن رأينا عندما كان ردة فعل المجتمع أمام هذه الشائعات وأمام هذا الهجوم من قبل مقتدى الصدر وباقي رجال الدين وباقي المؤسسات الدينية والأحزاب الدينية، كان ردة الفعل قاسيا وشديدا، لأن المجتمع لا يقبل بهذا الأمر، لم يعد يقبل بأن يكون هناك أمثال مقتدى الصدر أوصياء على المجتمع. طيب. لم يعد من الممكن للنساء أن يخرجن بتعليمات خارجية، واضح طبعا هذا الأمر واضح خلال مجريات ثورة تشرين، سأعود إليك مرة أخرى. دكتورة فاطمة العاني، يعني هذه الجرائم التي ارتكبت ضد المرأة العراقية من تشهير ومن اختطاف ومن عمليات قتل ومن تهديد علني وأمام شاشات التلفاز وكذلك مما جرى في ثورة تشرين، هل من سبل قانونية، وأنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، هل من سبل قانونية للحد من هذه الانتهاكات؟ نعم، يعني بالنسبة للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء على الخصوص، يعني أول خطوة في الاتجاه الصحيح هو أن يتم توثيق هذه الجرائم. الحقيقة يعني نحن نعرف أن المجتمع العراقي يعني يتمتع بقدر كبير من الأخلاق
ويحافظ على كرامة المرأة بقدر الاستطاعة. ولكن في بعض الأحيان هناك عدم إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات وتوثيق الجرائم بصورة دقيقة، ونقصد هنا التي تتعرض لها النساء في العراق، خاصة وأن التوثيق هو يعتبر الحلقة الأولى التي تؤدي إلى استحصال الحقوق. الانتهاكات التي الآن تحدث في العراق وخاصة ضد النساء يمكن استخدامها عن طريق يعني المنظمات، حتى المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الدولية، من أجل أن يتم على الأقل مثلا قطع المساعدات. الدول التي تحترم حقوق النساء سوف لن ترضى أن تتعرض النساء في العراق إذا كانت لديها طبعا رغبة في ذلك، أن تؤازر حكومة تنتهك حقوق النساء أو انتهاكات وجرائم تحدث للنساء في ظل هذه الحكومة. هذا يعني هناك شرخ كبير في حقوق الإنسان في العراق. ولهذا فمهما استمرت هذه الدول بالصمت والسكوت ومساندة هذه الحكومة، في الأخير سوف تصل هذه الجرائم إلى الحد الذي لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي تغيير نظرة المجتمع الدولي وتغيير المواقف الدولية باتجاه الضغط على الحكومة العراقية من أجل الوقف توقف عن هذه الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الإنسان في العراق. هل ترين أن المواقف الدولية أو مواقف المنظمات الدولية مساندة لما يجري في أو مساندة لصالح المرأة في العراق؟ الحقيقة الموقف ينقسم إلى قسمين. هناك منظمات حقوقية فعلا تساند المرأة وتوثق الانتهاكات التي حدثت ضد المرأة، ونحن نذكر كثيرا تقرير هيومن رايتس واتش عام 2014 لا أحد آمن في العراق، التقرير الذي أحدث ضجة كبيرة في العراق والذي وثق الجرائم التي حصلت ضد النساء العراقيات في السجون وفي مراكز الاعتقال والاحتجاز. ولكن الموقف السياسي هو الذي يقف العقبة الأساسية في سبيل أن يتم إيقاف هذه الانتهاكات والحد منها. هناك مساندة سياسية لهذه الحكومة من قبل أطراف دولية عديدة ومنها حتى أطراف إقليمية طبعا، لأن مصالحهم في العراق لا زالت مستمرة، وهذه الحكومة تنفذ أهداف التي يملى عليها. ولكن تقارير عديدة وثقت الانتهاكات التي تحدث للنساء العراقيات، وهذه طبعا في المستقبل سوف تجد طريقها إلى العدالة، وتستحصل تستطيع النساء أن تستحصل حقوقها، خاصة وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. إضافة إلى ذلك فإن الوضع في العراق أيضا لا ليست هناك تأكيد أنه سوف يبقى على ما هو عليه، وأن هناك في الحقيقة تغيير قادم في العراق، وأن بجهود الشباب ممكن أن تأتي حكومة وطنية تستحصل للعراقيين جميعهم بضمنهم نساء كافة حقوقهم، وأن يتم تقديم كافة مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكمات دكتورة وإلى فاطمة. أخيرا، يعني ما هو المطلوب الآن من المرأة العراقية المساندة لإخوانها الثوار في ثورة تشرين من أجل تحقيق مطالب هذه الثورة؟ في الحقيقة يعني المرأة العراقية الدور الذي قامت به منذ بداية التظاهرات أن تستمر به، هذا هو ما يتوجب عليها أن تقوم به لحد الآن. قامت بأدوار عديدة وأدوار بطولية، وعليها أن فقط أن تستمر بنفس الخطى وبنفس الثقة. هي يعني قامت بأدوار عديدة في ساحات التظاهر، مسعفة، كطبيبة، يعني تقوم بالدعم من خلال تحضير الطعام أو الإشراف على ساحات التظاهر، المناداة بحقوق أولادها. يعني نحن رأينا كيف أن أم الشهيد مهند كيف أنها يعني لم تخاف حتى من سطوة الميليشيات، وصرحت بقاتل المجرم القاتل الذي قتل ابنها، وكيف أنها ذهبت من ساحة اعتصام إلى أخرى وهي تنادي باستحصال حقوق ابنها.
إذن صوت المرأة مهم، ومطالبتها استمرارها بمطالبتها بحقوقها جنبا إلى جنب مع إخوتها الرجال، هذا هو الدور الذي يجب أن تستمر به المرأة وتبقى مواصلة على هذا الطريق، خاصة وأن المرأة لديها ليست فقط الدور يعني دورها الحاضر في ساحات التظاهرات، ولكن أيضا تشجيعها للرجال، هذا سوف يؤدي إلى المزيد والدفع بقوة أكبر في باتجاه أن نعم، تستمر هذه التظاهرات واستحصال شكرا لك. الحقوق. نعم. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا لك. دكتورة آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات، استمعت إلى ما تحدثت به وتفضلت الدكتورة فاطمة العاني. الآن يعني دور المرأة، صوت المرأة يجب أن يستمر في التظاهرات، وجميع النقاط التي ذكرتها الدكتورة فاطمة، كيف تصفين لنا الحالة المعنوية للمرأة العراقية داخل ساحات التظاهر؟ نعم، بالنسبة لدور المرأة مثل ما وضحت لك قبل قليل، بدأت منذ انطلاقة التظاهرات واستمرت وكانت سببا أساسيا في ديمومة هذه المظاهرات. كان لما انحس ببعض الخوف، ببعض النوع من التأثر نتيجة ما نراه من هول القمع اللي يحدث على بحق الشباب، وخصوصا لما يكون هناك حالة من التلاحم ما بين شبابنا وبين القوات الشغب الموجودة، نشوف الأخت ونشوف الزوجة ونشوف الأم يملؤون ساحات التظاهر، يملؤون ساحات التظاهر دعما لأبنائهم حتى لا يتركوا لهم فرصة، لأن شوي ممكن أن حزنهم الشديد على رفاقهم أن يخليهم يتراجعون، بالعكس كانوا يشدوا من أزرهم ويقولوا لهم يا إخواننا يا أبنائنا استمروا، ما ظل لنا صر غير خطوة. هذا اللي كنا نسمعها من الأمهات رغم حزنها الشديد على ابنها اللي فقدته. يعني نحن أمهات ونعرف انه الام كيف تربي وكيف انه تشوف ابنها يوم ورا يوم تنتظره صفر ورا صفر لتشوفه رجال يوقف لها امام عيونها وتفرح به، لما تقدمه وتقول العراق يستاهل، يا ابني العراق فتح لك ارضه وقال لك فتح لك بطنه وقال لك هاي ارضي اكل منها يستاهل تدافع عنه. هذا كان نشيد الامهات، وهذا كان نشيد الزوجات الاخوانهم والابنائهم والازواجهم في ساحات التظاهر، داعمة ومساندة، وراح تستمر في رفض نعم. التظاهرات ورفض الثورة. احنا تجاوزنا مرحلة التظاهرات، نعم، صرنا ثورة. الثورة بدأت تقطف، وبدأنا نقطف ثمار ما زرعناه. طيب، في ابقي معي الأول. دكتورة آلاء لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ شاهو، يعني الآن والحال هكذا، كيف تنظر إلى السياسة المستقبلية للتعامل مع المرأة؟ النظام الحالي هو مستمر بالانتهاكات ضد المرأة العراقية المطالبة بالتغيير، هناك واقع مزري في العراق، خرجت المرأة كحق من حقوقها لتغيير هذا الواقع، مساندة لزوجها، مساندة لابنها، وكذلك مساندة لإخوانها، كيف تنظر إلى الدور المستقبلي؟ هل ستستمر هذه الانتهاكات ضدها؟ التعامل الأمني والعقلية الأمنية لن تتغير، سواء تعامل الحكومة العراقية أو تعامل باقي الميليشيات التي هي موجودة على الشارع، ولكن يقال أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، يعني الطرف المقابل لا يجب أن ينتظر هذه السلطة التي تم تجربتها وتم تجربة عقليتها بأن تبادر وتمنح الحقوق للمرأة أو تمنح الحقوق لشريحة النساء، هي هذه السلطة لن تفعل ذلك. وبالتالي هذه المظاهرات التي بدأت والتي شكلت انعطافة يعني مهمة وشكلت بداية جديدة داخل العراق، وخاصة أن النساء أصبحوا في الصف الأول وليس في الصف الثاني، يعني شاركوا بقوة وطالبوا بحقوقهم، وصلوا إلى هذا الإدراك بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، وبأنه المظاهرات سوف تستمر. طبعا تداعيات هذا الأمر مهمة جدا، لأن السلطة السياسية في المستقبل تأخذ الحذر والاحتياط، لأنها الآن تتعامل مع فاعل جديد
يعني سابقا هذا الفاعل لم يكن موجودا، سابقا كان هناك مظاهرات مؤقتة في فصل الصيف تخرج للكهرباء، الآن هناك الملايين يخرجون، وخاصة أيضا شريحة النساء، وهي الشريحة التي تستطيع أيضا أن تساهم في خروج الملايين من المواطنين والمطالبة بحقوقهم. إذن هذا العامل يسبب رعب وتهديد خطير للسلطة، وبالتالي يدفعه للمزيد من العنف والقمع، ولكن كما فعلوا سابقا والآن يقومون بهذا الأمر، طرق التعامل مع هذا الأمر، يعني الطرق التي تدرجوا لقمع هذا الصوت كان عن طريق تشويه النساء في المظاهرات وتصويرهن على أنه هناك أفعال غير شرعية يقومون بارتكابها وتشويه سمعتهن، يعني السلطة قامت بهذا الأمر لتبرير قمعهن. هذا السيناريو فشل في الوقت الحالي. في المستقبل من الممكن أن يعود عمليات الخطف والاغتيال حتى بحق الناشطات والناشطين. لماذا لم نسمع موقفا للمجتمع الدولي أو على الأقل موقفا أمريكيا، على اعتبار أنه السلطة الحالية سلطة الأحزاب والميليشيات هي مؤسسة أمريكيا بعد الاحتلال، وكانت الدعوات قبل الاحتلال نشر الديمقراطية، ومن صور الديمقراطية من المستحيل أن نرى أن اضطهاد المرأة وقمعها على هذا النحو وقتلها واختطافها وتشويه سمعتها هو صورة من صور الديمقراطية. وفعلا طبقوا الديمقراطية ولكن فقط في الشعارات وفقط حبر على ورق، وهذه الأطراف الدولية كما نقول دائما هي لديها مصالح وتتعامل مع من يحكم، تتعامل مع من يحكم ولديها مصالح، ومصالحها مستمرة ببقاء هذه السلطة الموجودة، وبالتالي هي تفضل هذه العلاقة على دعم الشعوب أو مساندة الشعوب. طبعا خرجت بعض البيانات يعني بيانات الدولية من قبل المنظمات أو من قبل الأطراف الدولية، ولكن لم يتحول هذا البيان أو هذا التنديد إلى ضغط حقيقي على الأطراف التي تقوم بقمع النساء. هو هذا المهم، هو تحويل الانتقاد أو البيان الشجب والاستنكار، لأن هذه الأمور لا تنفع على أرض الواقع. هذا الأمر يتطلب أن يتحول إلى عقوبات حقيقية تفرض على الجهات الحكومية التي مارست القمع ومارست القتل بحق المتظاهرين والمتظاهرات والنساء في الشارع، وخاصة أن هذه الأطراف ترفع شعار المساواة كما تفضلت ومنح الحقوق لكل شرائح المجتمع، وأيضا تدعي أنها تؤسس لعراق جديد تعطي الحقوق للمرأة وللنساء، وهذه الكلمة يعني سمعناها كثيرا، ولكن ردات الفعل على قمع النساء لم تكن بالصورة المطلوبة التي كان ينتظرها الشارع العراقي، وأيضا نحن ننتظرها، لأن ما قاموا به أكثر يعني من 700 شهيد وآلاف الجرحى كان يتطلب تدخلا مباشرا، يعني هذه يعني دلالة مؤكدة على أنه لا يوجد حكومة في العراق، يعني حكومة لا تستطيع السيطرة على الوضع وهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا دون أن يعاقب شخص واحد. يعني حتى القيادات العسكرية التي تم استبعادها الآن عادوا إلى عملهم دون أن يتم مسهم بأي شيء، يعني لم ينفذ الوعود بمحاسبة القيادات الأمنية، وبالتالي هذه السلطة سلطة غير شرعية وسلطة غير قانونية وسلطة قمعية يتطلب تدخلا خارجيا، ولكن هذا الأمر لم يحصل لأن الأطراف الدولية أيضا للأسف غير صادقة في شعاراتها. ابقى معي ساشا. دكتورة آلاء عبد اللطيف، أعود إليك، لماذا لا تخاف المرأة العراقية من كل عمليات القمع والتهديد بالاختطاف وعمليات التشويه ومستمرة حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين؟ ما الذي يميز المرأة العراقية؟ ما الذي جعلها تمتلك هذه الشجاعة الفائقة؟ نعم، إيمانها بعدالة قضيتها يخليها تمتلك هذه الشجاعة الفائقة. إيمانها بأنه حريتها وكرامتها لا تستطيع أن تكتمل إلا بعيشها وبوجودها بوطن حر له كلمة وله سيادة تامة يفرضها على أراضيه، ذات الوقت يلا تعتبر نفسها مواطنة أخلصت لوطنها. فالإيمان بعدالة القضية هو الإنسان من وراء هذه الشجاعة. إذن ساشاهو، بالنظر إلى موضوع المشاركة وقمع القمع الحكومي للمشاركة النسائية في ثورة تشرين، عدم اختصار المشاركة على احتجاجات وجعلها يعني فقط في مواقف معينة، هل تعتقد بأن هناك استراتيجيات حكومية بالمستقبل
لارتكاب يعني جرائم أكثر بحق الثوار بشكل عام، بحيث أنهم لا يهتمون إلى حرمة أحد، لا يهتمون إلى حرمة المرأة. يعني هناك قيمة معنوية عالية لدى العراقيين يعني تجبرهم على احترام هذه القيمة، قيمة المرأة، حرمة المرأة. يعني بتجاوز هذه الخطوط الحمراء من قبل أناس يعني معممين، يعني يقولون أو يحدثون الناس بالدين والتعاليم الدينية السامية. هل تعتقد بأن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها يعني زخما أكثر للثوار لمواجهة عمليات القمع هذه؟ كلما زاد الزخم الجماهيري وكلما زادت أعداد المتظاهرين كلما كان النتائج أفضل مستقبلا، لأنه إذا انخفض هذا العدد فإنه سيتم تحقيق ما يريده السلطة لتحجيم التظاهرات وانخفاض أعدادها. هؤلاء مجردون من أي مبادئ إنسانية أو قيم إنسانية؟ هؤلاء جاءوا من شوارع أوروبا وإيران، ليس لديهم أي مبادئ أو أي قيم، تم تجميعهم وجاءوا بدون أن يكون لديهم لا رؤية سياسية ولا رؤية اجتماعية ولا رؤية اقتصادية، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر منهم تعاملا أفضل من هذا التعامل. يعني من ينتظر متوهم، من ينتظر تعاملا إنسانيا من أطراف ليس لديهم أي إنسانية، جاءوا من الخارج لا ينتمون إلى الداخل، لأن لا يشعرون بمآسي والمظالم الموجودة داخل الشارع العراقي. هم جاءوا من الخارج وأرصدتهم مليئة بالخارج، وغدا إذا حدث أي شيء مكروه أو أزمة سوف يعودون إلى أماكنهم. يعني بالحديث فقط عن موضوع القيمة، يعني هذه القيمة العظمى للمرأة الحرمة، يعني الكثير بعد العام 2014 الكثير من الأحزاب ومن الموالين لهم تحدثوا عن موضوع الطعن في الأعراض لمحافظات بعينها. الآن نجد عمليات الطعن الآن تنتقل إلى المحافظات الجنوبية. يعني لماذا فقط عقدة هذا الطعن؟ لماذا القذف؟ يعني لماذا التشهير؟ لماذا التبلي على المرأة العراقية التي هي رمز للكرامة ورمز للشرف العراقي؟ مع العلم أن هذه الأطراف كما أنت تفضلت هي أطراف دينية، وكل النصوص الدينية وحتى في الإسلام وفي الأديان الأخرى تحرم هذا التعامل وتحرم هذا التصرف. المحصنات يعتبر طبعا، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نرى أن أنصار الأحزاب الدينية وخاصة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الناس بزاءة وشتيمة واستخداما للشتائم وطعنا في أعراض الآخرين المعارضين لهم، وبشكل تشعر أن مجالسهم الخاصة أو أن هناك من يوجه هذه الأطراف، هذه أنصار هذه الميليشيات وهذه الأحزاب الدينية، يوجههم لاستخدام هذه اللغة البذيئة، أو أنهم فعلا خرجوا من مجاميع أخلاقها متدنية وليست لديها أي مبادئ أو أي ثوابت تلتزم بها. يعني حتى الخصومة دائما الأخلاق تبقى في الخصومة، يعني مع الطرف المقابل إذا كان الطرف المقابل شريفا ولديه مبادئ، ولكن هؤلاء مجردون من كل شيء لأنهم جاءوا من الخارج وأيضا ليس لديهم أي مبادئ أو قيم إنسانية، ويعتقدون أن بهذه الطريقة بهذه استخدام الشتائم والمسبات والطعن في الأعراض بإمكانهم الاستمرار. ولكن نحن نرى إلى الجانب الإيجابي من هذا الأمر، يعني كلما استخدموا هذه اللغة البذيئة كلما يعني انفضحوا وانكشف حقيقتهم عند المواطنين، لأن المواطن العراقي طوال 16 عام كان يشعر أنه يتعامل مع أطراف لديهم قدسية إلهية، يعني لا يجوز انتقادهم، لا يجوز التعرض إليهم، هؤلاء معصومون، لا يمكنهم الخطأ، ارتكاب الأخطاء. الآن عندما يصدم هذا الشخص بهذه الأطراف بهذه التصرفات البذيئة من هذا الطرف الذي كان يعتبره مقدسا، هالة القدسية انهارت، ينهار تماما. وبالتالي هذا أمر إيجابي، يعني كلما تصرفوا بطبيعتهم وأنهوا هذه الإطار الخارجي الذي كانوا يحاولون الخروج به هالة القدسية. طالما ما يتحدثون هم بالمناسبة على ذكر القدسية يتحدثون دائما بموضوع القدسية، أليست للمرأة العراقية وكرامتها وعفتها قدسية؟ هؤلاء لا يعتبرون أن لديها قدسية، وهم أصلا لا يعتبرون أي شخص يخرج وينتقدهم لديه قدسية ويبررون قتلهم. يعني هم لا يعني أي شخص أو أي طرف، شيخا كان أو طفلا أو امرأة أو رجلا
ينتقدهم، هم يبررون قتله والطعن في عرضه وأخذ ماله. يعني الآن عندما نرى ممارساتهم في المناطق التي طردوا منها داعش، هذه الممارسات سيطرة على الأموال وباستخدام الدين، وبالتالي هذه يعني ليست مقتصرة على شريحة واحدة من شرائح المجتمع بل على كل الشرائح. من يعارضهم يبررون قتله وسلبه ونهبه وأخذ أمواله. في ختام هذه الحلقة نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، شكرا لك. وشكر موصول للدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كانت معنا عبر سكايب من لندن. وشكر أيضا موصول للدكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.